يقول صاحبي: سئمت من أبي، من صراخه، من نقده، من عتابه. إذا دخل غرفتي ووجد المصباح مضاء أو المروحة تدور وأنا خارج الغرفة، صرخ في وجهي: لما لا تطفئ الضوء؟ ولما كل هذا الهدر في الكهرباء؟ إذا دخل الحمام وجد الصنبور يقطر ماء، صرخ بعلو صوته: لما لا تحكم إغلاقه قبل خروجك؟ ولما كل هذا الهدر في المياه؟ دائما ينتقدني ويتهمني بالسلبية، يعاتب على الصغيرة والكبيرة حتى وهو على فراش المرض، إلى أن جاء يوم الخلاص، اليوم الذي لطالما انتظرته. اليوم سأجري المقابلة الشخصية الأولى في حياتي للحصول على وظيفة مرموقة في إحدى الشركات الكبرى، وإن تم قبولي فسأترك هذا البيت إلى غير رجعة، وسأرتاح من أبي ومن صراخه وتوبيخه الدائم لي. استيقظت في الصباح الباكر ولبست أجمل الثياب وتعطرت وهممت بالخروج، فإذا بيد على كتفي عند الباب. التفت فوجدت أبي متبسما رغم ذبول عينيه وظهور أعراض المرض جلية على وجهه، وناولني بعض النقود وقال لي: أريدك أن تكون إيجابيا واثقا من نفسك ولا تهتز أمام أي سؤال. تقبلت النصيحة على مضض وابتسمت وأنا أتأفف من داخلي، حتى في هذه اللحظات لا يكف عن التنظير وكأنه يتعمد تعكير مزاجي حتى في أسعد لحظات حياتي. خرجت من البيت مسرعا واستأجرت سيارة أجرة وتوجهت إلى الشركة، وما إن وصلت ودخلت من بوابة الشركة حتى تعجبت كل العجب، فلم يكن هناك حراس عند الباب ولا موظف استقبالي سوى لوحات إرشادية تقود إلى مكان المقابلة. وبمجرد أن دخلت من الباب لاحظت أن مقبض الباب قد خرج من مكانه وأصبح عرضة للكسر لنصطدم به أحد، فتذكرت نصيحة أبي لي عند خروجي من المنزل بأن أكون إيجابيا، فقمت على الفور برد مقبض الباب إلى مكانه وأحكمته جيدا، ثم تتبعت اللوحات الإرشادية ومررت بحديقة الشركة فوجدت الممرات غارقة بالمياه التي كانت تطفو من أحد الأحواض الذي امتلأ بالماء إلى آخره، وقد بدا أن البستانية قد انشغل عنه، فتذكرت تعنيف أبي لي على هدر المياه، فقمت بسحب خرطوم المياه من الحوض الممتلئ ووضعته في حوض آخر مع تقليل ضخ الصنبور حتى لا يمتلئ بسرعة إلى حين عودة البستاني. ثم دخلت مبنى الشركة متتبعا اللوحات، وخلال صعودي على الدرج لاحظت الكم الهائل من مصابيح الإنارة المضاءة ونحن في وضح النهار، فقمت لا إراديا بإطفائها خوفا من صراخ أبي الذي كان يصدح في أذني أينما ذهبت، إلى أن وصلت إلى الطابق العلوي ففوجئت بالعدد الكبير من المتقدمين لهذه الوظيفة. قمت بتسجيل اسمي في قائمة المتقدمين وجلست أنتظر دوري وأنا أتمعن في وجوه الحاضرين وملابسهم لدرجة جعلتني أشعر بالدونية من ملابسي وهيئتي أمام ما رأيته، والبعض يتباهى بشهاداتي الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية. ثم لاحظت أن كل من يدخل المقابلة لا يلبث إلا أن يخرج في أقل من دقيقة، فقلت في نفسي: إن كان هؤلاء بأناقتهم وشهاداتهم قد تم رفضهم فهل سأقبل أنا؟ فهممت بالانسحاب والخروج من هذه المنافسة الخاسرة بكرامتي قبل أن يقال لي نعتذر منك، وبالفعل طفت من مكاني وهممت بالخروج، فإذا بالموظف ينادي على اسمي للدخول، فقلت: لا مناص، سأدخل وأمري إلى الله. دخلت غرفة المقابلة وجلست على الكرسي في مقابل ثلاثة أشخاص نظروا إلي وابتسموا ابتسامة عريضة، ثم قال أحدهم: متى تحب أن تستلم الوظيفة؟ فذهلت لوهلة وظننت أنهم يسخرون مني أو أنه أحد أسئلة المقابلة ووراء هذا السؤال ما وراءه، فتذكرت نصيحة أبي لي عند خروجي من المنزل بأن لا أهتز وأن أكون واثقا من نفسي، فأجبتهم بكل ثقة بعد أن اجتاز الاختبار بنجاح إن شاء الله. فقال آخر: لقد نجحت في الامتحان وانتهى الأمر.
فقلت: ولكن أحدا منكم لم يسألني سؤالا واحدا. فقال الثالث: نحن ندرك جيدا أنه من خلال طرح الأسئلة فقط لن نستطيع تقييم مهارات أي من المتقدمين، ولذا قررنا أن يكون تقييمنا للشخص عمليا، فصممنا مجموعة اختبارات عملية تكشف لنا سلوك المتقدم ومدى الإيجابية التي يتمتع بها ومدى حرصه على مقدرات الشركة. فكنت أنت الشخص الوحيد الذي سعى لإصلاح كل عيب تعمدنا وضعه في طريق كل متقدم، وقد تم توثيق ذلك من خلال كاميرات مراقبة وضعت في كل أروقة الشركة. يقول صاحبي: حينها فقط اختفت كل الوجوه أمام عيني، ونسيت الوظيفة والمقابلة وكل شيء، ولم أعد أرى إلا صورة أبي، ذلك الباب الكبير الذي ظاهره القسوة ولكن باطنه الرحمة والمودة والحب والحنان والطمأنينة. شعرت برغبة جامحة في العودة إلى البيت والانكفاء لتقبيل يديه وقدميه. اشتقت إلى سماع صوته وموسيقى صراخه تطرب أذني. لماذا لم أرى أبي من قبل؟ كيف عميت عيناي عنه؟ عن العطاء بلا مقابل، عن الحنان بلا حدود، عن الإجابة بلا سؤال، عن النصيحة بلا استشارة. تمنيت لو ركبت بساط الريح لأعود إلى بيتي وأحتفل معه بفوزي بالوظيفة الجديدة. تركت لهم ملفا كاملا يحوي شهادتي وخرجت مسرعا وخطواتي تسابق بعضها بعضا للحاق بقلب الذي سبقني فرحا إلى البيت. وما إن وقفت عند أول الشارع حتى رأيت ازدحاما أمام عمارتنا، اقتربت بحذر وضربات قلبي تضرب بعضها بعضا، فتلقاني جاري باكيا واحتضنني قائلا: عظم الله أجرك في أبيك. تسمرت قدماي في الأرض ولم تعد تقوى على حملي، ضاعت فرحتي واسودت الدنيا في وجهي وبدأت الأرض تدور من حولي. هممت بسؤال كل من مر بجانبي: حقا مات أبي؟ حقا رحل ولن يعود؟ لا لا، لم يمت حبيبي، فهو موجود، رحيلك مر يا أبي. ليس هناك أقصى على النفس من رؤية حبيبك مسجّم بلا حراك، تراه ولا يراك، تنظر إليه للمرة الأخيرة ولا تكاد تصدق ما تراه عيناك. يا أيها الطاهر النقي، يا أيها الطيب السخي، لو كنت أعلم أنك سترحل لكنت أعددت نفسي وتقربت منك أكثر وتزودت من برك بما قد ينفعني بعد وفاتك. لو كنت أعلم برحيلك لأخبرتك أني لا أجد نفسي من دونك ولا أعلم كيف ستصبح حياتي بعدك. ليتك تسمعني الآن لأخبرك أن فراقك ينتزع روحي من جسدي ويقذف بي إلى أعماق المجهول. رحلت وفي القلب غصة وفي النفس حسرة على كل يوم لم أمتع ناظري برؤية وجهك البشوش ولا أذني بسماع صوتك الحنون. منحتنا كل شيء ولم تأخذ منا شيئا، ومذ عرفت الحياة وأنت لنا العطاء، والاحتواء والصبر والوفاء. كنت أنت البار بنا ولم تنل البر منا كما يجب أن يكون. غبت يا أبي وغاب عني العقل الرشيد والركن الشديد والسند المتين والناصح الأمين. لم يمت أبي ولن يموت، بل سيظل حيا في صلاتي، في دعائي، في ركوعي، في سجودي، في صدقتي، في حجي وفي عمرتي، وفي كل عمل أتقرب به إلى الله. أسأله أن يغفر لأبي ويتغمده بواسع رحمته. لم يمت أبي، وإن مات فهو باق في نفسي إلى أن ألحق به في جنان الخلد. رحم الله أبي وأسكنه فسيح جناته. سارق الزهور. جاء فصل الربيع فأخذت العصافير تغرد بسرور ومرح على أغصان الأشجار، وتغني ألحانا رائعة تدخل السعادة على قلوب سامعيها. وامتلأت الغابة بالأزهار الجميلة والفراشات الملونة. خرجت جميع الحيوانات في الغابة من بيوتها
بعد نوم طويل وقلة حركة في فصل البرد والثلج، خرجت لتستمتع بدفء الشمس من جديد. كانت الأزهار الملونة الجميلة تملأ الغابة، هنا زهرة حمراء وهناك زهرة صفراء، وألوان كثيرة زاهية تملأ النفس حبا لها وتريح النظر. وكانت النحلات تخرج كل يوم منذ الصباح الباكر لتجمع الرحيق من الأزهار وتصنع منه عسلا لذيذا لكل من يعيش في هذه الغابة الجميلة، فقد كانت جميع الحيوانات تحب العسل الذي تصنعه ملكات النحل. وتصطف الحيوانات صباح كل يوم أمام خلية النحل لتأخذ العسل. وفي صباح أحد الأيام حضرت الحيوانات كعادتها لتأخذ العسل، ولكنها حزنت كثيرا لأنها لم تجد عسلا، فتساءلت لماذا لا يوجد عسل؟ تقدمت زعيمة النحلات من الحيوانات وأخبرتهم أن اختفاء الأزهار من الغابة هو السبب في عدم وجود العسل، لأن النحل يحتاج إلى الأزهار الجميلة والكثيرة ليستطيع صنع العسل. دار حديث طويل بين الحيوانات، واتفقت فيما بينها على معرفة سر اختفاء الأزهار من الغابة، وقررت أن يكون الكلب حارساً على الأزهار ليل نهار ليراقب ويعرف من الذي يقطفها. وفي يوم من الأيام رأى الكلب أرنباً يقطف زهرة جميلة، فلحقه وسأله عن الزهرة التي قطفها، فضحك الأرنب وقال: إنها زهرة واحدة يا صديقي، لن تضر شيئا، فأزهار الغابة كثيرة جدا، وقطف واحدة منها لن يكون سببا لاختفاء الأزهار. وفي اليوم التالي رأى الكلب ثعلبا يقطف زهرة وأخذها إلى بيته، فسأله الكلب عن سبب فعلته هذه. أجاب الثعلب: إنها زهرة واحدة فقط ولن تضر شيئا. وفي اليوم الثالث جاء غزال وقطف زهرة، فتبعه الكلب وسأله عن سبب ذلك، فقال الغزال: إنها زهرة واحدة ولن تضر شيئا، مكررا ما قاله الأرنب والثعلب. عرف الكلب سر اختفاء الأزهار من الغابة، فجرى مسرعا إلى ملك الغابة وقال له: معظم الحيوانات تقطف الأزهار ويظن كل واحد منها أن زهرة واحدة لن تضر شيئا، حتى لم يعد في الغابة أزهار للنحل لتنتج منه العسل. غضب الملك كثيرا ودعا جميع الحيوانات إلى اجتماع طارئ، وأعلن أمام الجميع قراره بمنع قطف الأزهار من الغابة، وفرض عقوبة على كل من يقطف زهرة بحرمانه من العسل مدة أسبوع. نفذت الحيوانات قرار ملك الغابة وامتنعت عن قطف الأزهار، وبعد فترة من الزمن عادت الأزهار تملأ الغابة من جديد، وعادت النحلات تصنع العسل اللذيذ لتوزعه على سكان الغابة السعيدة. النهاية. القمر. إلى أين يذهب القمر؟ هذا السؤال يحيرني كثيرا. في كل مرة تشرق فيها الشمس أسأل نفسي: إلى أين يذهب القمر؟ عندما أركب الحافلة لأذهب إلى المدرسة، لماذا لا أراه؟ فسألت أمي: هل يذهب القمر لينام أم إلى المدرسة؟ أم أنه يحب السهر في الليل وينام في النهار؟ ابتسمت أمي وأخبرتني شيئاً ممتعاً. أمي دائماً تساعدني لأتعلم وأفهم كل شيء يدور حولي. قالت لي: إننا نعيش على الأرض. هذه الأرض الكبيرة
يعيش عليها أناس آخرون غيرنا يا بني، وهي تشبه الكرة، وكل كرة تدور، وكذلك الأرض تدور حول نفسها. تذكر شكل كل كرة كنت تلعب بها في صالة الرياضة، ألا تشبه الكرة الأرضية؟ عندما تدور إلى جهة الشمس يأتي النهار إلينا ويكون ليلا في بلاد أخرى، فالأرض لا تظهر كلها للشمس. وعندما تدور إلى جهة القمر يأتي الليل إلينا ويكون نهارا في بلاد أخرى. عندما تكون أنت نائما يكون غيرك مستيقظا في بلد آخر. شكرت أمي وعانقتها امتنانا لها لأنها علمتني الكثير، وشعرت براحة لأنني عرفت إلى أين يذهب القمر، والآن سأخلد إلى فراشي لأنام باكرا حتى أستيقظ نشيطا إلى مدرستي. النهاية. الإصرار والجد. في غابة يعمها الهدوء والطمأنينة، كان هناك أرنبا مغرورا يعيش في الغابة، وكان يفتخر دائما بأنه أسرع الحيوانات، ولا أحد يستطيع أن يتغلب عليه. وفي يوم من الأيام شاهد سلحفاة مسكينة تمشي ببطء شديد، وراح يستهزئ بها ويقول لها: يا لك من مسكينة، فأنت بطيئة جدا. فقالت له السلحفاة: ما رأيك أن نتسابق أنا وأنت، وسوف نرى من سيفوز. وافق الأرنب على عرض السلحفاة وذهبا معا، وبدأ السباق والأرنب يكرر: لن تغلبني هذه البطيئة. أثناء السباق توقف الأرنب من الركض لكي يلعب ويمرح، وقرر أن ينام ويأخذ قسطا من الراحة، فالسلحفاة ما زالت في بداية الطريق. ولكن السلحفاة تابعت المشي ولم تتوقف أبدا، ووصلت إلى النهاية وما زال الأرنب المغرور نائما. فلما استيقظ الأرنب من نومه وجد أن السلحفاة قد انتصرت عليه، فتفاجأ بذلك وأخذ يبكي على خسارته المرة. النهاية. الآن عندنا بعض الأسئلة عن القصة. حاول أن تقرأ السؤال الأول وتفكر بالإجابة. السؤال الأول يقول: في أي مكان حدثت هذه القصة؟ فكر جيدا، أين حدثت هذه القصة؟ أين دارت أحداث القصة؟ نعم، حدثت القصة في الغابة. السؤال الثاني: ماذا تعلمنا من هذه القصة؟ ما هي الأشياء التي استفدناها من هذه القصة؟ ماذا نتعلم من هذه القصة؟ نعم، تعلمنا ألا نكون مغرورين بأنفسنا مثل الأرنب، وأن نحترم الآخرين، وأن من يجتهد ويعمل سينجح في حياته. السؤال الأخير: من البطل في هذه القصة؟ من هو بطل هذه القصة؟
نعم، بطل القصة هي السلحفاة المجدة التي تعمل ولا تيأس ولا تتأثر بكلام الآخرين السلبي. مع السلامة.